يمكن فرصة قدامنا، يمكن الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب الحقيقة عامل معسكر، وبنقدم له دايما نماذج ان شاء الله يكون على تواصل معنا، لان نموذج جدير يعني جديد بنقدم. امير صلاح ده بيلعب في نادي في هولندا ولاعب عنده 17 سنة، قد يكون مميز وقد يكون لا، لكن ممكن جدا او من اللازم ان احنا نشوف هذه اللعيبة ونتابعهم بشكل مباشر. ويعني دعوة هنا من أسرة قناة المحترف وقناة النادي الأهلي لوائل شيتوس إن هو إن شاء الله بإذن الله يتابع البرنامج، وإحنا نتواصل معاه إن شاء الله لدعمه، لأن ده منتخب الشباب ومنتخب مصر اللي أكيد في فترات اللي جاية إن شاء الله محمد، الفترات اللي جاية لازم إن شاء الله نتكلم على لعيبة محترفة كتيرة في منتخب مصر.